استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئيس وزراء خارجية دولة فلسطين محمد مصطفى. اللقاء حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، وكذا وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، وممثل الدائم لدى الجزائر بالأمم المتحدة السفير عمار بن جامع. إذن متابعينا الأكارم، هذه الصور التي تصلنا تباعا من التلمة العمومية لدى استقبال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لرئيس وزراء خارجية دولة فلسطين. إذن نتابع الآن هذا اليوم مع وفد الرسمي مع فخامة الرئيس الجزائر فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، وقدمنا له تحيات أخيه الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وشكر الرئيس عباس والشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية للدعم المستمر الذي تقدمه جمهورية الجزائر في كل القضايا السياسية والوطنية والاقتصادية. قدمنا أيضا لفخامة الرئيس الشكر للجهد الخاص الذي تبذله جمهورية الجزائر من خلال الدبلوماسية الجزائرية وعضويتها في مجلس الأمن الدولي من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني بشكل عام، وعلى دعم طلب فلسطين للانضمام كعضو كامل في الأمم المتحدة خلال هذه الأيام. ولم نتفاجأ بذلك، أكد فخامة الرئيس على استمرار هذا الدعم حتى تنال دولة فلسطين العضوية الكاملة وإن شاء الله الاستقلال الكامل لفلسطين في المستقبل. من ناحية أخرى، شكرنا فخامة الرئيس على دعم الجزائر لجهود الإغاثة في قطاع غزة الحبيب الذي يعاني من حرب شعواء يشنها العدو الإسرائيلي، وشكرنا الرئيس على الدعم الذي يتم تقديمه من أجل محاولة وقف إطلاق النار، لكن أيضا جهود الإغاثة إغاثة شعبنا في هذا الوضع الصعب. وأكد لنا فخامة الرئيس لو سمحت الظروف فإنه مستعد أن يضاعف هذه الجهود، فإن شاء الله ونطلب من الجميع أن يسهل مهمة الإغاثة إلى أهلنا في غزة حتى تدخل المساعدات بشكل أكبر بكثير وبسرعة أكثر، ويتم توزيعها بطريقة مناسبة وطريقة عادلة حتى يبقى أبناء شعبنا في وطنهم، ونخفف عنهم قدر الإمكان من هذه المعاناة وهذا الوضع غير الإنساني اللي يتعرض له هذا الشعب. أملنا كبير في أمتنا العربية، أملنا كبير في إخواننا في الجزائر، أملنا أيضا كبير في شعبنا أبناء شعبنا في فلسطين وصمودهم على أرضهم بالرغم من كل مضايقات وتحديات الاحتلال. النصر إن شاء الله لفلسطين والنصر لأمتنا العربية، وشكرا لكم. إذن